في سنين فاتت كانت قضايا المصريين في الخارج من الملفات المهملة. كنا زمان بنسمع عن معاناة المصريين في الخارج، أزماتهم، مستحقاتهم، في أحيانا بيبقى في مساس بحقوقهم الشخصية. لكن في الجمهورية الجديدة اهتمت الدولة المصرية بالمصريين أينما كانوا، ولحد التعديل الوزاري الأخير كان ليهم وزارة مستقلة بتراعي مطالبهم، بتنظم مؤتمرات تربط الجاليات المصرية بوطنهم وتحقق مصالحهم وتقدم لهم امتيازات. الدولة كانت بتتواصل مع الجاليات عن طريق اتحادات المصريين في الخارج والجاليات، لكن مع تواصل العطاء وإحساس المغترب المصري بجهود الدولة ناحيتهم بدأت فعلا الجاليات تتعاون مع الحكومة، شكلت التحالف الدولي للمصريين في الخارج اللي نظم مؤتمره الافتتاحي امبارح، وتم إعلان التحالف الجديد بهدف دعم ومساعدة الجاليات المصرية على كل المستويات، حفاظ على الهوية المصرية، ربط أجيال أبناء المهاجرين مع بلدهم، وده من بين أهداف طبعا الحفاظ على الهوية المصرية عند هؤلاء. ده بعض الأهداف من الأهداف الكتيرة اللي تم الإعلان عليها. التحالف يضم لحد دلوقتي أكتر من 300 عضو من كل دول العالم، هيكون ليه مجلس إدارة من الأعضاء المؤسسين للجاليات المصرية، وبيضم لجان متخصصة، تعليم وصحة، استثمار، ثقافة وغيرها، بتدعم نفسها وبتدعم الدولة. النهاردة وزارة الخارجية والهجرة أطلقت النسخة الخامسة، مؤتمر المصريين في الخارج، تحت شعار من أم الدنيا إلى كل الدنيا للتواصل مع أبناء مصر في الخارج. شارك فيه التحالف الدولي للمصريين في الخارج والجاليات والكيانات المصرية من كل دول العالم عشان يحصل حوار يعرض فيه المصريين في الخارج وجهات النظر، المطالب، إيه الأدوار اللي ممكن يلعبوها، والدولة كمان تعرض الخطط بتاعتها ومشروعاتها. والنهاردة كان أول لقاء للمصريين حوالين العالم مع وزير الخارجية الجديد بدر عبد العاطي، واللي افتتح النهاردة النسخة الخامسة من مؤتمر المصريين في الخارج. طبعا ليهم دور كبير جدا في الدفاع عن الشائعات ضد بلدهم، دورهم كبير في جذب السياحة، في جذب الاستثمارات لاقتصادها، مع إيمانهم الكامل بأن الدولة شغالة بكل جهدها عشان توفر الأمن والتنمية والاستقرار للمصريين. عن المصريين في الخارج وإيه دورهم، إيه مطالبهم، إيه علاقتهم بالدولة، هيكون حواري مع ضيوفي الكرام المستشار مينا زاهر، عضو التحالف الدولي للمصريين في الخارج بالإمارات العربية المتحدة. أهلا سيادة المستشار، منورنا في مصر جديدة. والأستاذ سعيد السبكي، رئيس تحرير تايم نيوز أوروبا بالعربي بالنمسا، اهلا بحضرتك. هولندا يا فندم. بهولندا؟ أيوة. طيب انا هخصم الفريق دلوقتي. أيوة. بهولندا. والمهندس طارق سليمان، رئيس المركز الثقافي المصري الامريكي في امريكا، في نيويورك. في نيويورك، امريكا كبيره، فنحددها في نيويورك تحديدا. طيب أيوة. اولا هو ايه التحالف ده؟ يعني لو حضراتكم تقولوا لنا يعني ايه التحالف ده، فهمونا ايه التحالف ده. السؤال لمين؟ السؤال لحضرتك اتفضل. حقيقه بالنسبه لي إعلان التحالف اقتصر في البداية على جروب على الواتساب، فأنا بدافع الفضول الصحفي اشتركت في الجروب لكي أتابع ما يدور على الساحة. المعرفة بالكيان والاسم الكبير للتحالف الدولي للمصريين في الخارج، الفكرة جيدة ولكنه مشروع وليد لا نستطيع الحكم عليه الآن. الأمر الثاني اللي نقوله بكل شفافية، في سؤال حاليا بدأ يطرح نفسه على الساحة ويجب أن احنا نتطرق ليه دون أي حساسية. يتساءل المصريون في الخارج الآن لماذا يمثلنا التحالف الدولي المصريين في الخارج، ومن أعطاهم التفويض لتمثيلنا، وهذا سؤال مشروع. فلننتظر الإجابة وما ستسفر عنه الأيام القادمة من جهود للتحالف، اللي أنا بتمنى أنه ينجح وأن الفكرة ترى النور فعلا بشكل عملي. الأمر الثاني أو ليس الأخير، لا توجد حتى الآن أليات تنفيذية لهذا التحالف. كمان أعلن أثناء الاتحاد، أثناء التدشين التحالف، عن رئيس شرفي دون أن نعلم شيء لماذا تم ترشيح أو فرض
رئيس شرفي للاتحاد وهو ليس من أبناء مصر في الخارج، مع كل الاحترام والتقدير. نعم. باشمهندس، إيه التحالف الدولي ده؟ هو التحالف كان فكرة. ليه؟ أنا عندنا المركز الثقافي المصري الأمريكي عندنا من 17 سنة، وإحنا عاملين نجاحات ونشاطات كبيرة. كنا بنفكر، أو أنا شخصيا كنت بحب أن كلنا نتجمع، لأن بتحصل تحديات. يعني إحنا مثلا لو نشاطنا جامد بيجونا ناس يحاولوا يهدموا، فكنت بقول يا ريت كلنا نتجمع في حاجة ملهاش رئيس. كلنا لو كل واحد عايز يبقى أنا الرئيس، لا مش عايزين بقى كده، تعالى نتجمع كلنا في حاجة اسمها المجلس الرئاسي. وأتمنى أن العملية تتم زي ما الأستاذ قال بالمشاركة. يعني المشاركة جميلة جدا. احنا في المركز الثقافي بعملها كاتبينه النادي المصري، النادي الثقافي المصري الأمريكي. ليه؟ عشان لما واحد يقول لي أنا من الجالية أنت لا تمثلني ولا كده، فبنسميه ده نادي. وبنعمل نشاطات حلوة بالنسبة للثقافة. عشان أبدأ بالمركز لأن بقالنا كتير، لأن البيبي لسه ما ظهرش. كان في مدارس هنا طلعت جميلة اللي اسمها ستيم، معناها ساين تكنولوجي انجينيرينج اند ماث. دول بيعملوا ابتكارات، وأنا مقتنع إن لازم نساعد الشباب دول لأنهم في ثانوي وداخلين جامعات، بيعملوا مشاريع. ومنهم اللي كسب البرونزية كانوا 4. واحد كسب البرونزية عن تدوير الزبالة، والتاني كسب الفضية على ان ازاي واحد كفيف عن طريق النظارة والتليفون يقدر يعرف مين اللي قدامه جاي، لان التليفون بيصور يقول له ده احمد جاي، فكسب على دي. الشباب ده ما كانش معاه فلوس، احنا تبناه. وكان في دكتورة اسمها دكتورة هبة عاملة كوادر الشباب. وبعدين المشكلة ان براءة الاختراع هنا في مصر 25,000 جنيه. طب الولد معهوش ال 25، مش هيعرف يسجل براءة اختراعه. فليه تبقى لو الاختراع كويس بلاش الفلوس، خليها 1,000 جنيه بس، وتاخد منه الاختراع تعمل له براءة اختراع، يعني عايز يسجله. فالتسجيل يقول لي 25,000، انا مش مقتنع بالحكاية دي. فجم بره، احنا تبنيناهم وجبناهم، كان من 3 شهور، من المركز الثقافي المصري الأمريكا. فجم وتبناهم، وكان فكرة جميلة وحلوة، فكرة ان مدارس ستيم دي شغالة في مصر، لانه بيدرس ساين زي ما قلنا وتكنولوجي انجينيرنج اند ماث، وما يقدروش يدخلوا مثلا كلية الا ساينس انجينيرنج ماثيماتيك تكنولوجي، لازم يخشوا الكليات دي. ليه؟ لانه خدوا. فدي فكرة جميلة في تطوير التعليم، وبياخدوا اوائل الجمهورية على فكرة. ففكرة جميلة، والاولاد دي نتبناهم، فاحنا تبناهم في المركز الثقافي. فالفكر ان احنا لو عملنا حاجة تحالف معانا كلنا، ده اذا نجحت، لان زي ما حضرته بيقول ده بيبي، والمفروض ما تبقاش القرارات فردية، بل القرارات مجلس يتكلم وما يطلعش قرار فردي. يعني زي ما قال سيادته ممكن في لحظة يقول لك رئيس استشاري فلان، طب مين اللي ممكن يقول لي كذا؟ لا ده غلط. فاحنا بنقول ان القرارات تبقى، والا هنرجع لحكايه الانا ودي ما كنتش بتبناها. نعم. فدي الفكره. تمام. اروح لسياده المستشار. اتفضل. ايه هو التحالف الدولي؟ هيعمل ايه للمصريين في الخارج والمصريين في الخارج من خلال هذا التحالف؟ هيعملوا ايه للمصريين في الداخل وللدوله؟ فكره التحالف الدولي اللي معموله حاليا، خلينا نتكلم على انها فكره، وفكره جيده جدا. في الاول وفي الاخر هي تكاتف مش تحالف. تكاتف مش تحالف، ايه الفرق؟ يعني انا ده وجهه نظري ان هي تكاتف مش تحالف. هقول لحضرتك ايه الفرق. التحالف هو ده شيء منظم وشيء ليه حاجات كتيره جدا الدوله لازم تكون هي اللي بتحركها، وهي اللي مدياها الصبغه القانونيه، وهي اللي بتمشي فيها كل حاجه. ولكن التكاتف لو حضرتك دخلتي النهارده، يمكن ذكرتي في البرومو قلتي انه مكون من 300 عضو، لا هو حاليا 400 وزياده. زادوا 400 وزياده. عضو، والدعوه عامه. ممكن يزيد، وهو ليس له اي شروط. كل واحد مصري في الخارج او مصري في الداخل حابب ان هو يخش في الجروب ده بيخش. انا واحد من الناس لما لقيت البيان التاسيسي بتاع التحالف طالع فيه انه سيشكل لجان خاصه
لمساعدة المصريين في الخارج. أنا انبسطت جدا. اللجان اللي المفروض إن التحالف بيعملها هي المسمى اللي أنا قلت لحضرتك عليه، هو التكاتف. بمعنى أنا كمستشار قانوني موجود في دولة خارج جمهورية مصر العربية، دولتي هي دولة مصر وإخواتي هم في مصر وأهلي في مصر، ولكن تربيتي اللي في مصر علمتني إن أنا كمان أشوف أسرتي الكبيرة جدا في الخارج. فأنا محتاج اللي زيي اللي في السعودية واللي في البحرين وفي أمريكا واللي كل الدول دي كلها عشان يبص للعيلة الكبيرة، الأسرة المصرية. انضمام وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج مع وزارة الخارجية ده بيدينا قوة هائلة إن إحنا بقى عندنا 15 مليون سفير مصري. عدد أنا 15 في الم... أنا مع عدد الفكرة 15 دي. مليون أنا مش هستنى حد يقول لي اعمل أو ما تعملش، أنا عايز أخدم فأنا هخدم. خدمة المجموعة خير من خدمة الفرد، وحتى كمان يعني ربنا قال في كل الكتب السماوية إن صلاة المجموعة وصلاة الجماعة أكتر بتبقى من الفرد. فالنهاردة هو أنا شايفه تكاتف وليس التحالف مع المنظومة اللي المفترض إن هي تطرح. حتى الآن مش باين له يعني أسس عميقة لأنه المجال مفتوح. إيه لسه بيبي زي ما ضيوفنا الكرام قالوا، لسه إيه مولود جديد. مظبوط يا فندم. ايه هي الحاجات اللي المفترض ان احنا نعالجها وايه هي الامور كلها؟ وحلو يبقى في راي وراي اخر عشان مزبوط. نوصل لاحلى يعني مشهد ممكن. هي القصه كلها ان انا ازاي اساعد المصري في الخارج، القصه كلها ان ازاي المصري في الخارج يساعد المصري في الخارج.